افتتح بمملكة البحرين الاجتماع العام لخبراء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على هامش اللقاء السادس للجنة الدولية لخبراء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والمنظمات الدولية الراعية والمسؤولة عن متابعة المؤشرات لكافة دول العالم الذي عقد في الفترة من 11 إلى 12 من نوفمبر الحالي. هذا الاجتماع يعقد بالتعاون بين شعبة الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وبالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل تمكين. الدكتور أحمد اليوشع عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات قال بأن أهداف التنمية المستدامة 2030 رؤية طموحة لا يمكن أن يحققها أي بلد بمفرده وتتطلب التزاما وتعاونا من جميع الدول. وأوضح بأنه على الصعيد الوطني فقد ربطت حكومة البحرين التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة 2015-2018. وسيجري هذا الاجتماع مراجعة مستفيضة سيجري فيه مراجعة مستفيضة لحزمة المؤشرات المنهجية التي لم يتم اعتمادها بعد وآلية تزويد المنظمات الدولية بالمؤشرات والنظم الذي سيتم اتباعها بين المنظمات الدولية ودول العالم للتأكد من وجود البيانات ومعرفة مدى اتباع المنهجيات الدولية المعتمدة في احتساب المؤشرات وتطبيق مبدأ الشفافية. ووفقا لقرار مجلس إدارة مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتمثل البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات ومنهجيات مقترحة لأهداف التنمية المستدامة وآلية تبادل الإحصاءات بين الدول والمنظمات العالمية. والبحرين جزء لا يتجزأ من هذا العالم المهم وجزء من هذه المنظمة العالمية وجزء فاعل خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات. البحرين أثبتت أن هي جزء مهم في هذا الجانب والدليل على ذلك وجود هذا المؤتمر والأخوان في جهاز أو مركز المعلومات في البحرين يعني كانوا قادرين جدا على جذب هذه المؤسسة العالمية للبحرين و الاستفادة من تجربتنا. وهو أهداف التنمية المستدامة أجندة عالمية لجميع دول العالم وقرت في سبتمبر 2015 والبحرين هي عضو مشارك في هذه الفعاليات. والفكرة هي أن العالم كله يلتزم بتنمية واحدة أو بأهداف تنمية واحدة. طبعا دول العالم تختلف من حيث تطورها من حيث تنميتها وبالتالي يعني يحتاج إلى تكاتف الجهود بين الدول بعضها البعض بحيث الدول المتقدمة تشيل الدول الضعيفة وهكذا يعني.